ما بقي طفلا. عبد الله الرضيع سلام الله عليه هو من أكبر الشهداء مع أنه كان من حيث العمر صغيرا. وطريقة مقتله طريقة الإمام الحسين في مقتله، صار خلاف بين القوم، خذوه واسقوا. جماعة قالوا لا، من يسقي؟ لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، قضوا عليهم كلهم. طفل ولد بس على كل حال هذا هم لازم يروح وياهم. صار اختلاف. عمر بن سعد لعنة الله عليه، ترى الإنسان في داخله أكو ملاك في قلبه، أكو ملك قاعد، وقاعد أيضا في الطاغوت في الشيطان. بس شوف الشخص يستجيب لمن. عمر بن سعد في البداية صار عنده تردد يدخل كقائد جيش يحارب الحسين أو لا، لكن يوم اللي بدأ القتال لا، استجاب للشيطان إلى نهاية حياته، استجاب للشيطان. قال لحرملة، حرملة كان قائد قوات النبالة، مجموعة من النبالين، هذا واحد من عندهم رئيسهم، قال اقطع نزاع القوم. أخذها حرملة، عرف يعني شنو. قال أرمي الوالد أم الولد يا هو أرمي. قال ألا ترى بياض نحره، مو هذا رأسها الشكل يسقط، فبياض نحره يبين. ألا ترى بياض نحره. هو يوم اللي حاكم المختار قال لك قلبك ما رق لأحد؟ قال نعم، أراد أن يرق لعبد الله الرضيع، أراد، لكن خليت السهم في وسط القوس ورميته. وتعرفون السهام كانوا صانعيها لقتل الرجال، سهام الكبرى مو لقتل الأطفال. فذبحه من الوريد إلى الوريد، بقى راسه متعلق بالجلد بالجلد. زين الحسين شو يسوي؟ أنا أعتقد الإمام الحسين هنا احتار. شلون يرجع الأمة؟ شو يسوي؟ غطاه تحت عباءته. يقولون بعض الأوقات كان يغطي تحت عباءته، بعض الأوقات يشيله طالعة. شايف أحياناً فرد دجاجة تذبحها شوية تفرفش تفرفش، بعدين شوية تسكت، مرة ثانية تفرفش تفرفش. كان عبد الله الرضيع كان صائر بهذه الحالة. شوية تحرك الإمام الحسين يفتح يشوف لا مذبوح، هذا هو رأسه معلق. فجاء إلى أختي زينب وقال خذيه، أعطى الجثة لزينب ومد يده تحت رقبة الطفل حتى إذا امتلأ دما. والطفل ايش قد بيدم في جسمه، مو هواية. بس شوف الطريقة اللي سواها الإمام الحسين، حتى مثل النساء ليجي فاح واحد بعد مدة يقول يابا خلص القضية راحت قبل ألف وكذا سنة، لا متنتهي هذه عندنا. فأعطى ولده لزينب وأخذ الدم ورماه إلى السماء، اللهم لا يكن عندك أهون من فصيه. يا رب أنت تعرف قيمة الطفل، يا رب أنت دمرت أم بأكملها لأن واحد من عدم ذبح الأم. فالناقة الفصيل صار ما عنده طعام، ما عنده حليب. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بعدين التفت إلى السماء، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، رضاك في هذا أعط، رضاك في مقتل العباس أعط، رضاك في مقتل علي الأكبر أعط، رضاك في مقتل هذا الطفل أعط.
تعرفون قتل في حضن الإمام الحسين 3 من الأطفال في يوم عاشوراء، مو طفل واحد، 3 أطفال قتل، واحد عبد الله الرضيع، واحد علي الأصغر كان عمره 6 سنوات، آخر لحظات حياة الإمام جاء وجلس باب الخيمة وقال لأختي جيبي حتى أودعه، جاب ديلات طفل صغير يريد يودعه، وإذا بحرملة شاف هنا أيضا رمى الطفل وقتله، هذا الثاني. والثالث في أواخر لحظات حياة الإمام، أواخر لحظات حياة الإمام، ابن الإمام الحسن أقل عمرا من القاسم، هذا واقف في باب الخيمة، طبعا خيمة يعني معركة قائمة، فهو واقف ويا أمه إيده بإيد أمه، شاف الحسين سقط واحتوشه القوم، الحسين شجاع، تعجبت منه ملائكة السماء، لكن يوم اللي سقط على الأرض هذول أحيانا شايف بعض الذئاب إذا الضحية سقطت شلون يتجمعون عليه، جمعوا على الإمام الحسين، ففلت من يد أمه وانحدر نحو المعركة، إجا عند الإمام الحسين ورمى بنفسه على جسد الحسين، أكو واحد بيده سيف يريد يضرب الحسين، شافه قال يا ابن الخبيثة أتقتل أمي، عفوا يا ابن الخبيثة أتقتل عمي، عمي تريد تقتله، فبدل ما يضرب الإمام ضربه وقطع يده، قال عماه قطعوا يدي، قطعوا يدي يا عم، قال اصبر اصبر مثل ما احنا صبرنا انت هم اصبر، ثم ذبحوه في حضنه. لكن عبد الله الرضيع يختلف، يعني حقيقة مسألة عبد الله مثل ما قلت، شوفوا انتوا عبد الله الرضيع الحسين الوحيد الذي دفنه من الشهداء هو عبد الله الرضيع، البقية ما دفنهم، ما كان وقت عنده، كان يجيب الجثة يخليها مع جثة الآخرين، العلي الأكبر خلاه، العباس فقط اللي ما حمله، وهذا من طلب العباس، وأيضا القاسم جابوا مدته ما بين أخوته ما كل يقرب. لكن عبد الله الرضيع حفر له بجفن سيفه قبرا صغيرا خلف الخيمة ودفنه في ذلك القبر، والوحيد الذي دفن في معركة كربلاء. زين، صار يوم 11، الجماعة يردون يطلعون، فبدأوا بالطبول، يدقون الطبول، يرقصون، وإذا بالجيش توقف. عمر بن سعد سأل ليش الجيش توقف، قال والله كل قوم اللي جايين عندهم الرؤوس، جاءت فلان قبيلة ب16 رأسا، فلان قبيلة 10 رؤوس، فلان قبيلة، أكو قبيلة واحدة ما محصلة رأس من الشهداء. أنا حقيقة بعض الأوقات أفكر شنو كان في قلبهم يجري في قلوبهم، يعني حقد على من؟ على رسول الله وعلى ذريته؟ قبيلة ما تروح ما تمشي تريد رأس، يابا يا جماعة وزعوا بعض الرؤوس عليهم، ما قبله يردون جائزة، املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا، جاي يريد جائزة، حق شنو كانوا جايين؟ حق الدنيا، مش قد تعطينا جائزة؟ عمر بن سعد قائدهم إلى آخر واحد من عندهم يدور جائزة، جاي على حثالة الدنيا، وقضوا على دينهم ودنياهم وآخرتهم. على كل حال واحد من عندهم تذكر طالع الرؤوس، شاف كل الرؤوس موجودة بس الرأس هذا الطفل ما موجود على الرماح، قال ترى يا جماعة أكو فرد رأس بعدما مقطوع، ودلهم على مكان قبر عبد الله الرضيع، حفروا القبر وأخرجوا جثته الصغيرة وحزوا رأسه ووضعوه على رمح طويل فتحركت القافلة. و
وحينما جاء الإمام زين العابدين ليدفن الجثث، جثة عبد الله الرضيع أيضا كانت على الأرض 3 أيام، فوضع جثة عبد الله على صدر الحسين. ليش؟ أولا لتعلق الحسين بولده، ثانيا حتى أنت يوم اللي زور الحسين زور عبد الله الرضيع وياك. وعدنا زيارة السلام على عبد الله الرضيع ابن الحسين الذي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، السلام عليكم سيد الإمام الحجة سلام الله عليه، يقول الذي قتله حرملة بن كاهل الأسدي يلعن حرملة وذويه المتعلق به، اللي متعلق به حرملة أيضا يلعنه الإمام صاحب الأمر. فدفن عبد الله على صدر الحسين في حرمه في مكانه سلام الله عليه. على كل حال نحن نرجو من الله بحق عبد الله الرضيع، وهو باب الحوائج يقضي حوائج الناس، اطلبوا حوائجكم منه، وأول حوائجنا منه ومن أبيه ومن شهداء كربلاء أن نحشر معهم وفي درجتهم إن شاء الله يوم القيامة، نكون وياهم في درجتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. حجة الله يا مه علي علي عجل اللهم خلي داوي اللطمة، عجل اللهم خلي داوي